وبيردوا على الهجمات المصريه. شوف بقى، هي دي الاختراقات، مفيش تسلل، لسه بنقول عليها ومش ممكن يا ولد يا حجازي. وجول 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 وجول. الهدف الاول سجله اللاعب من جلت من حجازي، ما فيهاش تسللات. امامنا على طول الصوره لا تكذب، ما فيهاش تسلل على مهله، وقف عليها جه حجازي، خرج من اللعبه، خرج من اللعبه حجازي، حطها بذكاء بدهاء رغم ان الحارس الحضري قفل على الزاويه، حطها. الهدف الاول للمنتخب التونسي، الهدف واحد.